ايش في يا رامي؟ تفضلي. كتاب نقلي من الشركة لفرع المواد الغذائية، مش عارف شو بدي اعمل هناك. مدير الفرع رح يفهمك طبيعة عملك. ما هو مش معقول هيك. إذا عندك اعتراض تفضل احكي لسلطان بيك. لا، اعتراض على ايش؟ تفضل سيد رامي. روان، هذا كتابك. وأنا منقولي وين؟ مكتبك صار بغرفة الاجتماعات. ايش؟ مكتبك صار بغرفة الاجتماعات، والسيد سلطان بده اياكي قبل ما تفوتي المكتب. هذا انتقام. نعم. ولا شيء. روان، شو اللي عم بيصير؟ ليش انتي واخوكي؟ عن اذنك. هي أولها، الله يعلم شو آخرتها. مصاريف جديدة، أكل، مواصلات. 3 سنين يا سلطان مدة طويلة. مثل ما قالت روان، سجن من غير جدران. لولا خالي كان سجننا فعلا. بس 3 سنين من غير راتب، كيف بدي أتحمل؟ أهرب، أهرب يا رامي، روح لأي بلد كان. وين بدي أهرب؟ كيف وانا ما معي مصاري؟ وروان شو بتصير معها؟ انا اعطيتها وعد. وعد ايش؟ اهرب، انقذ نفسك. واختي البريئه اللي ظلمتها معي، وخالي اللي ربانا طول عمره وتعب علينا، شو بده يكون موقفه قدام سلطان؟ اعتقد الان سناديا وضحت لك كل شيء عن طبيعه عملك. بس أنا مش عارفة شو طبيعة وظيفتي الجديدة. مهما كانت الوظيفة فهي ضمن الشركة، وأنت موظفة بالشركة. ما فهمت. هي ملفك أمامي. خبراتك متنوعة، دارس بمعهد لغات، مش بطال. رحت سنة على أمريكا واشتغلت بشركة هناك، واشتغلتي بعيادة الطبيب. سكرتيرة. أنا عندي سكرتيرة فاهم شغلها كويس. أنا بحاجة لمترجمة. مفهوم؟ مفهوم. تفضل على مكتبك، شغلك بيستناكي هناك. في شيء آنسة روان؟ أيوة سيد سلطان، أنا مظلومة. وقعت على العقد ورضيت بشرطك العجيب عشان أخوي رامي، بس لازم تعرف أني أنا مظلومة وما إلي علاقة بالموضوع. آنسة روان، أعتقد أنه موضوع براءتك انتهينا منه. توقيعك على وصل الأمانة وموافقتك على الشروط اللي فيه دليل كافي على إدانتك. تفضلي على مكتبك وشوف شغلك.